بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، الآن خلينا نشيل الكومنتس ونجي للمثال اللي موجود هنا اللي بوضحه لك. احنا أول كنا نشرح المفاهيم يعني كل مفهوم لوحده، لكن الآن احنا لما نجي نعرف الأوبجكت يعني هو النظام يتعامل معه ككتلة واحدة، كتلة بيانات واحدة. كيف؟ حنوضح الآن الستودنت. أنت لما تيجي تعرف الستودنت، إحنا حنستخدم الآن مثال واضح، فنستخدم البيانات على شكل برايفت. أنت لما تشرح ستودنت غير لما زميلك يشرح ستودنت، حتختلف المعلومات على حسب التفصيل. فنقول برايفت، أول حاجة حنقول انتجر، تمام؟ بعدين نقول اي دي رقمه. طيب برايفت سترينج نيم اسمه، بعدين مثلا private string، وبلاش string، خلينا نقول integer age العمر. جميل، private string department. لحظة، يعني الآن احنا اكتفينا مثلا رقمه اسمه عمره القسم. الآن مثلا نقول private، خلينا نقول float، يجينا نقول الجي بي اي المعدل تبعه. طيب الآن شوف، قبل ما احنا الآن وضعنا الخصائص صح تبع الستيودنت، لسه ما حطينا الاكشن او الميثودز. على اي حال اللي بوضحه لك، يعني احنا لما نجي نعرف الستيودنت احنا نكتب كذا ستيودنت عبد الله equal new student. لاحظ معايا الآن، أنت تعرف متغير، يعني لما نكتب كذا إحنا integer c equal 10، إحنا أول شيء إحنا هذا نوع البيانات وهذا المتغير. نفس الحكاية، الأوبجكت هو هذا المتغير وهذا نوع البيانات، بس هذا نوع بيانات معرف من قبل المستخدم. الآن لو لاحظت في الانتجر الـ c يحتفظ بقيمة واحدة، لكن عبد الله لأنه student فحيحتفظ بمعلومات أكثر، لأنه إحنا داخل الستودنت حددنا مجموعة من البيانات. فهنا السي يحتفظ ببيان واحد اللي هو رقم 10، فعشان كذا الانتجر معناته يحتفظ بقيمة واحدة، الستودنت يحتفظ بأكثر من قيمة لكنها مغلفة داخل الأوبجكت. فهذا المقصود بكتلة واحدة، هذا المقصود بكتلة واحدة، عشان كذا هنا تكون ممكن مجموعة بيانات بداخله. فهذه هي الفكرة من تغليف البيانات. طيب يسمونه encapsulation أو التغليف. طيب جميل، هنا نجي للمعلومات اللي موجودة. هذه البيانات طبعا ممكن شخص يزيد، لكن احنا حنكتفي بهذه وحنكمل ونشوف الأكشن والميثودز في الدرس التالي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.